لو كنت طالب او باحث جامعي بتحضر رساله ماجستير او دكتوراه ومحتاج انك تلخص كتاب سواء كان بي دي اف او وورد وتحصل منه على اجابات دقيقه جدا وفي اقل وقت ممكن، فلازم تتابع الفيديو للنهايه. انا وائل ربيع، فتابعوني. اهلا وسهلا بكم، رجعت لكم من جديد. النهارده جايب لك موقع رائع جدا هتقدر من خلاله انك تتكلم مع الملفات سواء كانت ملفات بي دي اف او ملفات وورد، وكمان تلخصها وتحصل على افضل النتائج بكل سهوله، وكل ده هيكون باستخدام الذكاء الاصطناعي. موقعنا النهارده طبعا بيساعد الطلاب والباحثين والمحترفين، وكمان في ميزه جامده جدا وهي ذكر المصادر، بمعنى هيجيب لك المكان اللي جاب لك منه المعلومه من داخل الملف، وكمان بيحفظ الملفات بطريقه بسيطه وامنه جدا. واكتر ميزه فيه هذا الموقع هي استخدام اللغه العربيه. تابع معايا الشرح وانت هتعرف ازاي تلخص اي ملف سواء كان بي دي اف او وورد بكل سهوله وفي ضغطه زر واحده. موقعنا النهارده هو موقع تشات بي دي اف، بنكتب في مربع البحث تشات بي دي اف وبنضغط على اول رابط، وهسيب لك رابط الموقع في الوصف اسفل الفيديو. كل اللي علينا انك هنضغط على دروب بي دي اف هير، وبنحدد ملف البي دي اف ونضغط اوبن، ويبدا تحميل الملف. بعد ما يبدا تحميل الملف بيبدا روبوت اسمه بي دي اف في المحادثه معاك، بيظهر لك على ايدك اليسار البحث اللي حضرتك عايز تلخصه او تعرف منه نقاط معينه، وعلى ايدك اليمين الدردشه اللي بينك وبين الروبوت. طبعا هو بيديك نبذه مختصره عن البحث بصفه عامه وبعض الاسئله اللي ممكن تستخدمها في الحصول على المعلومات. طبعا هناخد مثلا على سبيل المثال اول سؤال بننسخه وننزل في الاسفل هنا نعمل عمليه اللصق ونضغط على السهم، بيبتدي يطلع لك الاجابات الموجوده من داخل البحث نفسه. طيب في ميزه ايضا انا ذكرتها في بدايه اللقاء، ان هو بيحدد لك مكان مصدر المعلومه. لو حضرتك شفت هنا 38 لو ضغطت عليها معنى كلامي ان هذه المعلومه موجوده في الصفحه رقم 38، بيجيب لك رقم الصفحه وبيجيب لك المكان الموجود فيه هذه المعلومه. طيب انا لو عايز اساله سؤال غير الثلاث اسئله اللي هو اقترحهم عليا، هكتب له مثلا ماذا يقصد بالتطبيقات او بتطبيقات التعليم، واضغط على السهم. هيبتدي يجاوب على السؤال اللي انا كتبته له. النص لم يذكر مصطلح تطبيقات التعليم بشكل مباشر، ولكن يمكن فهمها من النص. يعني هنا بيقول لي ان مفيش داخل المستند حاجه بشكل مباشر اسمها تطبيقات التعليم، ولكن هيلخصها لي، وهنا ذكر لي رقم الصفحه، صفحه 38 وصفحه 38 ايضا، معلومه من صفحه 38 ومعلومه اخرى من صفحه 38، وبيحدد لك على المعلومه اللي هو جابها. طيب هنشوف مثلا معلومه داخل الملف عشان أأكد لك كلامي. ننزل في الأسفل كده مثلا أو نشوف معلومة معينة، هنجيب مثلا المشكلة والأسئلة البحثية. ما هي المشكلة والأسئلة البحثية في البحث؟ أنا سألته عن المشكلة والأسئلة البحثية الموجودة في البحث، واضغط السهم هيبتدي يجاوب عليا من خلال البحث. بيقول لي يتحدث النص عن بعض المشكلات والأسئلة التي يمكن أن تواجه البحث العلمي في مجال استخدام التقنيات الذكية في التعليم، وهي وبيبتدي يذكرها. طبعا لو ضغطت على 39 يعني الصفحة رقم 39 هيجيب لي النقطة أهي، الاحتياج البحثي في الذكاء الاصطناعي في التعليم، وجاب لي النقاط اللي بتتكلم عن الجزئية اللي أنا سألته فيها. طبعا بكده ساعدني جدا في تلخيص الملف بتاعي. ده بالنسبة للبي دي اف. طب عندي في الأعلى هنا على إيدك اليمين مكتوب شير بي دي اف شات، يعني ان انا ممكن اشير اعمل عمليه مشاركه للشات. كل ما عليك انك بتنسخ الرابط وبترسله لو حد او عايز ترسله لاي حد. النقطه الثانيه في ميزه ايضا ان انا ممكن اعمل عمليه رينيم للشات، يعني اغير اسمه. انا لو ضغطت على رينيم كده علامه القلم وغيرت اسم الشات مثلا بحث اجرائي وقلت له اوكي، لو لاحظنا كده تم تغيير اسم البحث زي ما حضرتك شايف بحث اجرائي. عندي ايضا هنا ان انا ممكن احمل الشات او الدردشه اللي حصلت بيني وبين الروبوت اللي هي اكسبورت شات، لو ضغطت عليها ابتدى يحمل لي الشات على هيئه ملف تي اكس تي، لو ضغطت عليه هيظهر لي كل الدردشه اللي تمت بيني وبين الروبوت، هو طلع لي نتيجه ايه وانا سالته اسئله ايه. اهو مي بي دي اف هو جاوب عليا، مي هو انا، ماذا يقصد بتطبيقات التعليم ده السؤال اللي انا سالته، بي دي اف بيجاوب عليا اهو، وهكذا لنهايه البحث. عندي ايضا هنا لو انا عايز اعمل ريسيت للشات ارجعه كاني لسه ما حصلش اي حاجه بينه وبينه،
بضغط على السهم ده بيرجع لي الشات كما كان، وهنا بعمل عمليه حذف للشات ده، يعني بحذف لو انا عايز استخدم بحث اخر او ملف اخر. انا جربت البي دي اف، هجرب لك كمان ملف الوورد. بضغط كده على ديليت واقول له ديليت، انا حذفت. عايز اضيف ملف اخر، بضغط على شات نيو واجيب مثلا ملف بي دي اف، هنا بحث اسف ملف وورد، هنا بحث وورد واقول له اوبن، هيفتح لي البحث بتاعي، البحث طبعا بعنوان بحث حول الحاسوب، نبذه مختصره عن البحث بيظهرها لي اهي، وهنا بيديني اسئله ممكن ان انا اسالها. طب انا هساله اسئله اخرى، ماذا او ما هو مثلا، ما هو تعريف الحاسوب؟ هيبتدي يبحث داخل البحث ويجيب لي الرد او الاجابه على سؤالي. تعريف الحاسوب هو انه جهاز الكتروني يتكون من مجموعه من الاجهزه المترابطه، ومبين لي رقم الصفحه في الصفحه الاولى، لو ضغطت عليها كده بيظهر لي فين بالظبط هو لخص الجزئيه دي. طبعا اساله عن جزئيه تانية، ما هي مكونات الحاسوب؟ بيبتدي يجاوب، تتكون الحاسوب من مكونات ماديه واخرى برمجيه حيث تشمل، وكمل الاجابه. هضغط على الصفحه، جاب لي الجزئيه اللي جاب منها او لخص فيها هذه الاجابه على هذا السؤال. وبكده اكون وصلت لنهايه حلقه اليوم، وعرفت حضرتك ازاي تتحدث مع ملفات البي دي اف وملفات الوورد، وازاي تلخصها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحصل على افضل النتائج بكل سهوله ويسر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ليصل الى اكبر عدد ممكن من الاصدقاء. ولو حضرتك اول مره زورنا في القناه، يسعدنا ويشرفنا انضمامك للقناه وتفعيل زر الجرس على الكل لتصل كل الفيديوهات الحصريه والجديده من القناه. وكان معكم مهر ربيع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.